برحب فيكم أعزائي المشاهدين. وبعد سندويشات اللحم بالفرن خلينا هلأ نعمل طبقنا الرئيسي، حيبقى يخني البتنجان. نشوف مع بعض المقادير. يخني البتنجان 2 ملعقة كبيرة زيت، كيلو لحم بالعظم مقطع، حبة كبيرة بصل أرباع، عود قرفة، 10 حبة هيل، 10 حبة فلفل أسود صحيح، كوب حمص مسلوق، ملعقة كبيرة ملح، 2 حبة كبيرة باذنجان، 10 فص ثوم صحيح، وحوالي 3 فص ثوم مهروس. أعزائي المشاهدين، الطبق اللي حنسويه اليوم ساعات بنسميه يخني باذنجان، ساعات بنسميه منزلة، من الأطباق اللي أنا شخصياً بحبها كتير. واليوم إحنا عنا الوصفة عاملينها بطريقة بسيطة وسهلة. حنحتاج لحم، ممكن إذا حبينا ناخد أي نوع من اللحم، ممكن تاخدي لحم هبرة من غير عظم، ولكن إحنا اليوم اخترنا أنه ناخد فخدة ومقطعة مع العظم، فبتعطينا طعم كتير لطيف. عندي هيك الشقف على أساس أنه الشخص كل يعني ما نخليها كبيرة، أنا بعتقد هذا المقاس معقول. وممكن طبعا تطلبي من الجزار إذا حبيتي يشلك العظم وتاخدي بس اللحم، وممكن إذا حبيتي كمان إنك تسلقيها أول إشي بالعظم بعد هيك تشيل قطع اللحم لحالها. في ناس بيحبوش يأكلوا مع العظم، ولكن أنا بدي أستفيد إنه اللحمة انطبخت والمرق نفسه مطبوخ بالعظم، فهون بيصير الفائدة أعظم. ونبتدي نشوف إيش المكونات الثانية اللي حنحتاجها. هذه إضافة في ناس بحطوها وفي ناس لا، حسب ما بتحبوا، اللي هي الحمص المسلوق. ممكن إذا عندك أنت مجال تنقعي حمص وتسلقيه ممكن تستعمليه، أو تجيبي علبة حمص وتصفيها وتغسليها من السائل اللي بيكون موجود فيها. أنا بنزعج دائما من هالسوائل، فبحب أغسل المعلبات ونستعملها تبقى جاهزة على طول. تشكيلة البهارات مش كتير عنا بهارات، لأنه الطعم أنا حيجي عندي من البتنجان نفسه. أنا عم بسخن شوية زيت عشان نقلي البتنجان. كمية أو حجم البتنجان طبعا مش كتير نقدر نكون دقيقين فيها، في بعض الأوقات ممكن نقول هذه بتنجان كبيرة، ولكن ممكن تلاقي في السوق بتنجان أكبر منها، فحاولوا أنكم أنتوا تكونوا عندكم نظرة في تقدير الكميات. البتنجان إذا حبيتي تقشري ممكن، أو حبيتي تخليه من غير تقشير على حسب ما بترغبي. هحاول أقطع البتنجان إلى قطع كبيرة، لأنه طبعا هو أنا حقلي وبعد هيك حطبخه في المرق، فحيتناقص حجمه ويدوب. فإذا كانت الشقفة صغيرة حتلاقوها بالآخر انهرت وما قدرتوا تستمتعوا بطعمه. فأنا أعتقد المقاس اللي حنقطعه فيه حيبقى مناسب. نشوف مع بعض المقاس اللي متهيئ لي يبقى معقول. يعني البتنجانة أنا قطعتها إلى 4، وكل واحدة أقطعها إلى نصين بهالطريقة. وبنرجع بنأكد إنه احتفاظك بالقشرة أو عدم احتفاظك على حسب ما بترغبي. كل ناس بيحبوا يأكلوا البتنجان بطريقة، ولكن إذا خلينا القشرة بنحافظ على البتنجانة ما بتنهار معانا. هلأ هذه القطعة ممكن نقطعها إلى 3، وعنا البتنجان هلأ جاهز. إذا حبينا ممكن ناخد رشة بسيطة من الملح. طبعا زي ما قلنا إحنا بنتحكم بكمية البتنجان على حسب الحجم، فأنا هون بمجرد حاعطيكم فكرة سريعة. ممكن طبعا الأكلة هذه بتاخد لها حوالي بتنجانتين لثلاثة. هلأ أنا رشيت الملح، بسيب البتنجان لبضع دقائق، بلاقيه عرق شوي. مجرد أني باخد قطعة من ورق المطبخ وأبتدي أخذ حبة البتنجان وأمسح عنها الملح في منتهى السهولة. ما في داعي أنكم تغسلوه، لأنه لما بنغسله يعني في ناس صح بنغسله، ما بقول أنا لا، ولكن بحس أنه بيمص مي كتير، فيفضل أنه نستعمل هذه الطريقة. هيك بتخلص من كل الملح في منتهى السهولة بورق المطبخ. وأبتدي زي ما قلنا أكون أنا مسخنة الزيت، ونشوف كيف بدنا نقلي البتنجان. الحلو في الوصفة هاي أنه فيها تجهيز مسبق، إذا حبينا نقليه قبل بوقت ممكن أحتفظ فيه بالثلاجة. ممكن نحتاج نسقطهم بالزيت. نحاول ما نحط كمية كبيرة عشان نقدر نتحكم بدرجة التحمير. دائما خلوها هي قاعدة عامة عندكم، انه كل ما حطينا في المقلة كمية كبيرة كل ما صار صعب علينا نتحكم في تحريكهم وتقليبهم.
هلا البتنجان انا مجرد ما يحمر عندي نقلبها بس لنتاكد من انها عم تاخذ التحمير على كافه الجهات، وفي اثناء ذلك على طول انا بكون محضره طبق اشيل فيه البتنجان. واذا كنت انت مرتبه وقتك انك تسلقي اللحمه وتجهزي الطبق في نفس الوقت، ممكن تشيلي من النار على طول على الطبخه نفسها، بس احنا طبعا بدنا نحاول نمشي بالخطوات قدامكم خطوه خطوه، فاحاول ارتب معكم الموضوع. بس انا ساعات لما بكون خلص على الطبخ سريع سريع بكون مزبطه الوقت يمكن اكثر في هذه المرحله. هلا بشيل قطع البتنجان، اذا حبينا نخليها على قطعه من الورق لنتخلص من الدهن. لحبات البتنجان زي ما قلنا موضوع التقشير على حسب ما بترغبوا. يبقى عندنا قطع البتنجان المقلي هلا جاهزه، ونبتدي نتكلم شوي عن اللحم. اللحم زي ما قلنا طريقه طبخه هلا بتعتمد او بتختلف من شخص لشخص، احنا الطريقه اللي حابين نعملها، وما بعرف بحس انها بتعطيني تيست اطيب. اني انا بشوح اللحم شوي، خليني انا مجهزه هون طنجره ممكن نستعملها، هحط فيها شويه زيت. ما نكتر طبعا لانه اللحم نفسه فيه دهن، فنحاول شوي نكون نعمل توازن بهالامور هذه اللي بنعملها. نسبه الدهون هذه اصبحت حساسه كثير. قطع اللحم حشوحها تشويحه خفيفه في الزيت وبعد هيك اسلقها. اذا ما حبيتوا هالطريقه ممكن ببساطه نحطها مباشره في المي ونسلقها، ما في عنا ابدا مشكله. هغطي قطع اللحم شوي لغاية ما تتشوح، وبنرجع بنقلبها هلأ تاني. بستناها لغاية ما تأخذ لون ذهبي خفيف، وبعد هيك أضيف عليها المي. ونخلي بالنا أرجوكم لما بنضيف المي، لأنه طبعا عنا لحم ممكن يطرش علينا، فننتبه دائما للملاحظات الصغيرة هاي. نشوف إذا ممكن نقلبهم هلأ مرة تانية. هالتشويح هذا حيعطيني فعلا طعم مميز لليخني. اخذتوا بالكم بس ياخذ اللون الذهبي، انا ما حمرته او قصدي ما طبخته 100% اللحم، بس هالتشويحه الخفيفه عم تعطيني الطعم اللطيف. وبنحتاج نضيف مقدار من المي، ونحاول ما نكثر عشان اذا احتاجنا بعد هيك نقدر نضيف نسبه اكثر من المي. يبقى غمرنا اللحم بالمي، وبضل عنا بعد هيك بعض المطيبات اللي بتعطيني فعلا الطعم اللطيف، اللي هي بصلة ممكن أكون مقطعاها إلى 4 قطع بحطها على اللحم. وإذا عنا شوية بهارات صحيحة، إحنا زي ما اتفقنا معناش بهارات كتير في هالوصفة. لاحظوا أنا عندي بس شوية عيدان من القرفة، شوية فلفل أسود حب، وشوية هيل حب. بلاش نضيف الملح هلأ، خلينا بس تتسبك عنا شوية بنقدر نضيف الملح. عنا هلأ حبات الحمص، في حال انت كنتي ناقع الحمص وحابة تكملي الوصفة من حمص منقوع فقط، ممكن ينسلق الحمص مع اللحمة، وهذه زي ما قلنا على حسب المتوفر عندك. إذا سلق الحمص بنضيفه بآخر وقت مع البتنجان مش مع اللحمة، عشان طبعا حيأخذ وقت وينهرى. فإحنا هلأ حنسيب اللحمة تتسبك على راحتها، ونبتدي نشوف طبقنا إيش الخطوات التانية اللي ممكن إحنا نكون مجهزينها تجهيز مسبق. أنا حكمل هلأ الطبق، عندي ممكن أجيب أي طنجرة تانية يكون عندي فيها بعض التجهيزات المسبقة. خليني بس أشيل أروق هيك المكان جنبي شوي. حنشيل الزيت الحار، وننتبه دائما للخطوات اللي بنعملها أثناء وجودنا الأطفال في المطبخ، دائما نكون حريصين. حبتدي هلأ أطبخ اليخني كأني بفترض أني أنا عندي تجهيز مسبق لهذه الوصفة. عندي هون قطع من اللحم المسلوق،
بناخذ بعض قطع اللحم، ويتوقف دائما هذه الكميات على حسب ما بنحب. إذا حبينا نشيل العظم زي ما قلنا ممكن نعمل هالموضوع قبل بوقت، بس تبرد عندي اللحمة. أنا ما شلت العظم بصراحة، مخليها فيه، ولكن إذا حبيته بس يبرد ممكن نتخلص من العظم تماما. يبقى حطينا قطع اللحم المسلوق، حبتدي أضيف المرق. أنا صفيت اللحمة بس عشان أتخلص من البصل وبواقي التوابل الصحيحة، وهلأ بحط قطع البتنجان المقلي. أخذتوا بالكم كيف حجم البتنجان على طول بيتناقص؟ يعني هذه كانت أكبر طبعا بكتير، بس عشان هيك قلنا بنحاول قطعة البتنجان تبقى كبيرة أثناء ما بنقليها. وعندي هلأ الإضافة الثانية اللي هي حبات الثوم الصحيح. أنا ححط الثوم بشكلين، ولكن هذا هيك تغيير مني، أنا حبيت طعم الثوم المهروس، وبنفس الوقت كتير طيبة الثوم الحب لما بتكلوها في داخل اليخني. يبقى ححط فصوص الثوم الحب، وبرضو حنهرس كم فص، وبرضو حنهرس ثلاثة من فصوص الثوم تبقى ناعمة بهالطريقة. وعنا كمان إذا حبيتوا طريقة تانية إنه نعملهم الفصوص هدول بدل ما أهرسهم نيين، ممكن أقليهم وأعملهم زي التقلية وينحطوا على وش اليخني بعد ما ينطبخ. يبقى عنا شوفوا كذا استعمال للتومة على حسب ما بتحبوا، إني أحطها نية حب أو نية مهروسة، أو إذا حبينا نقليها ونضيفها في آخر وقت. هلا حضيف الحمص. طبعا زي ما شفتوا احنا عنا اللحم صار مسلوق، البتنجان مقلي، فما بحتاج وقت كتير، بس شي 10 دقائق لتتسبك مع بعضها. واذا حبيتوا تحطوا لها عصرة ليمون ممكن، ولكن على حسب ما بدكم. هذه بتبقى في اخر لحظة عند التقديم، حسيب اليخني لينطبخ ونشوف بعد هيك طريقة التقديم. We'll be right back.